موجز أخبار الآن في دقيقة، أهلا بكم. أعلن وزير شؤون التوحيد الكورية الجنوبية الجمعة أن سيول ستواصل جهودها الرامية لتحسين علاقتها مع بيونغ يانغ بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ذكرت وسائل إعلام أن نحو 15 شخصاً أصيبوا في انفجار الخميس في مطعم وسط مدينة ميسيساغا التي تقع ضمن منطقة تورونتو الكبرى في كندا. ارتفع عدد المفقودين في إعصار ماكونو الذي ضرب جزيرة سقطرى إلى 40 مفقوداً من جنسيات متعددة، فيما لم تتوفر أي معلومات من جزيرة عبد الكوري التابعة لأرخبيل سقطرى بسبب الانقطاع التام للاتصالات. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وضع آلية تعاون بين البلدين فيما يتعلق بسوريا في مسعى للعمل على استقرار البلاد.